أسعد الله أوقاتكم بكل خير. استقبل مستشفى الجلالة الجراحة والحوادث قتيلا و55 جريحا جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مسجد سعد بن عبادة منطقة المجوري في مدينة بنغازي، فيما شهد محيط المستشفى حالة من الفوضى والهلع. قال مصدر أمني من بنغازي أن التحقيقات الأولية أكدت أن عبوتين ناسفتين وضعتا في أحد مرافق مسجد سعد بن عبادة بشارع عبد الجليل منطقة المجوري، وتم تفجيرهما عن بعد أثناء أداء صلاة الجمعة. وأكد المصدر أن المنطقة التي طوقت بالكامل تجري فيها التحقيقات والمتابعة نفيا أنباء تتداولها وسائل الإعلام عن حدوث انفجارات في مساجد أخرى. أذانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا بشدة التفجيرات التي استهدفت مسجدا بمنطقة المجوري ببنغازي. وصف بيان صادر عن البعثة الأممية للدعم في ليبيا اليوم الجمعة التفجيرات التي وقعت في المجوري بالوحشية. أوضح البيان أن التفجير المذكور هو الثاني من نوعيه بالقرب من مسجد في المدينة خلال شهر. أعربت البعثة الأممية للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تقارير وقوع إصابات بين المدنيين. في شأن ذي صلة، قال الناطق باسم ميليشيات الكرم أحمد المسمري أن محمود الورفلي أقدم على القيام بفعل القتل بواقع انتقامي. أضاف المسمري الخميس على قناة فرانس 24 قائلا أنهم تأكدوا أن الورفلي هو من ارتكب جريمة الإعدامات الأخيرة وهو موجود الآن في سجون ميليشيات الكرم، مؤكدا أن تسليمه لمحكمة الجناية الدولية غير وارد على الإطلاق. أعلن المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص حالة النفير بين صفوف قوة تامين سرت بعدما وصفها برصد تحركات العدو شرق المدينة. أوضح المركز الإعلامي في بيان الصادر الجمعة أن القوة أقامت حواجز أمنية في مداخل ومخارج المدينة وسيرت عدة دوريات شرقها. وبحسب المركز الإعلامي، حمل مسؤولون من قوة البنيان المرصوص الحكومة المقترحة قلة الدعم اللوجستي إضافة إلى إهمال متابعة علاج الجرحى وعائلات الشهداء. حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة فلاديمير فرانكوف من عودة ما يعرف بتنظيم الدولة إلى ليبيا. قال فرانكوف خلال إحاطته أمام مجلس الأمن حول التقرير بشأن التهديد الذي يمثله التنظيم إن تهديد ما يعرف بتنظيم الدولة أصبح يتنامى خارج العراق وسوريا، إذ أظهر الموالون له في مصر قدرة كبيرة على مواصلة نشاطهم. أصبحوا يمثلون تهديدا متزايدا، مضيفا أن التنظيم لا يزال عازما على إعادة بناء قدرته في ليبيا ما يواصل شن الهجمات المتفرقة هناك. شكرا على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.